محمد الرايد عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة بمجلس النواب الليبي. أتقدم بالشكر الجزيل للمملكة المغربية على استضافتها لنا في هذا الملتقى الذي ينعقد في مدينة طنجة. هذا ملتقى تشاوري لأعضاء مجلس النواب، انعقد هنا بناء على دعوة من كريمة من مجلس النواب المغربي من أجل التئام مجلس النواب الليبي وتوحيده والوصول به إلى مجلس نواب موحد يقوم بعمل المناط به. وأيضا التئام مجلس النواب سينبثق لنا قوانين الانتخابات وقوانين الاستفتاء على الدستور، والتئام مجلس النواب وهذه الجلسات التي التشاورية اللي إن شاء الله ينبثق عنها جدول أعمال لعقد جلسة رسمية في أحد المدن الليبية، سيكون فرصة كبيرة إن شاء الله لإنهاء الخلاف السياسي في ليبيا. بطنجة هنا سنناقش جدول أعمال لجلسة لمجلس النواب موحد في ليبيا، هذا هو الغرض الأساسي، وكل شغلنا احنا ينبثق من الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في مدينة صخيرات سنة 2015، فهذا هو العامل الأساسي وهذا هو العامل المهم في هذا اللقاء. المغرب دائما هي راعية للسلام، هي الحريصة على وحدة الشعب الليبي، هي الحريصة على مصالح الشعب الليبي، نعتبرها دولة محايدة تخدم مصلحة الليبيين كأشقاء وكدولة من دول الاتحاد المغربي الكبير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.